السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ربات البيوت أو الموظفات، ولكن في المطبخ لابد أن يقومن بإعداد الإفطار. كتكون المرأة مضطرة أنها تتذوق الطعام مقدار الملوحة أو مقدار الحلاوة. الشارع الحكيم أباح لها بأن تتذوق بطرف اللسان. بطرف اللسان جائز ولا شيء عليها، ولكن لا تبالغ مخافة أن يتسرب الطعام إلى 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 فمها. والحكم الشرعي في ذلك هو قياسا على الوضوء، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المضمضة قال لا بأس ولكن لا تبالغ، تمضمض لكن لك لا تبالغ، فإذا غلبك شيء وتسرب فلا شيء عليك. فالمرأة تحاول أن تتذوق طعامها في المطبخ بطرف اللسان، ولتحرص على أن لا يتسرب شيء من ذلك، وإن غلبها فربنا غفور رحيم. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.